طبعا انت المهم احمد كوكا اصلا انت صعدت مع الفريق الاول في ماتش ابو قير، كانت مباراه كاس. بالظبط. انا عايز اعرف، لان موسيماني بيقعد مع كابتن احمد كوكا كتير، ده اللي انا عارفاه، وفي نصايح كتيره جدا بيوجهها ليك، واعتقد يعني اللي وصلني انه مؤمن بقدراتك يعني في الملعب. خلينا ناخدها واحده واحده. انا الاول اتصعدت في شهر 11 2020 في نوفمبر، باين نوفمبر. كنا اتصعدنا حوالي 14 لعيب، ودي كانت حاجه حاطه عليا ضغط كبير جدا، ان احنا عدد كبير متصاعدين من الناشئين، فكان لازم اظهر بشكل كويس لان دي فرصه ما تتعوضش. انا في اكبر نادي في افريقيا، في لعيبه على اعلى مستوى في افريقيا، فطبيعي ان انا بيبقى عليا ضغط، ان معايا كمان ناس كتير زمايلي متصاعدين معايا، بس الحمد لله يعني ربنا كرمني وكنت بتعب وعشان كده ربنا كرمني. بالنسبه لمستر موسيماني، هو قريب مني جدا جدا. يعني انا طلعت في اول 15 يوم، بدات بعد 15 يوم ماتش في الكاس، ودي طبعا كابتن انا عارف ان دي في الاهلي حاجه صعبه جدا، أكيد. ان انت صعب اصلا تصعد في الدرجه الاولى، دي حاجه صعبه جدا ان انت تطلع بعد 15 يوم تبدا ماتش في النادي الاهلي، دي حاجه كبيره، ودي حاجه بسطتني جدا وادتني الثقه في نفسي كبيره جدا، وده مستر موسيماني يعني بشكره عليها جدا ان اداني الثقه دي، وهو دايما 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 بيتكلم معايا كتير جدا، ودايما بيساعدني كتير، دايما بيبقى في المعسكرات بعد الفطار قاعد معايا. طيب.